NXT. رجعنا من جديد في زون نيكس مع ضيفنا اليوم السيد عبدين تلمسين، يعتبر تقريبا في اخر جزء من حصتنا اليوم نحكيه حمد المندب قلت لي افضل رئيس من ناحيه الالقاب في تاريخ التراجي، هكا ولا صحيح؟ برشا ناس ديما تشكك في القاب التراجي واخرهم تقريبا زياد الجزيري، شنو ردك على كلام النوع هذا؟ والله ما دبي ما نردش على زياد الجزيري، خاطر نعتبر زياد الجزيري قبل ما يكون معناه ايتواليست هو انتي اسبيرانتيست. انتي اسبيرانتيست. انتي اسبيرانتيست. مهما تقول ومهما تثبت ومهما تعمل باش يقول لك لا وثما وتشكك وكذا وكذا وكذا. ما دبي ما نردش عليه، ربي يهديه. على قدر ما كنت نحبه كلاعب معناه في كرة القدم سواء في النجم أو مع الفريق القومي، على قدر ما شفته معناه من بعد يظل ما أحسنش التعامل. بخلاف كلام زياد، شنو ردك على كلام من نوع هذا بخلاف اللي قاله زياد معناه تشكيك في بعض الألقاب الترجي؟ ولا خلي اللي اللي يخون هذا راح يقولوا مسحوره. طبعا بعض الاتهامات مثلا رئيس تراجي اليوم كونه متفرد بالراي شويه، يقولوا حمد المد يلزم ساعات في الاخر معنا رئيس الجمعيه ياخو لا يجيو يحكيوا معاه يحكي مع الناس الكل، مع المدربين مع المسؤولين مع كذا كل شيء، اما القرار الاخراني هو ياخذه، وهذا انا مطلوب مطلوب الانفراد لازم هو ياخذ، تي هو المسؤول الاول عايش خويا، ما كيما الامور تمشي معناها هو وكيما تمشي سي هو، دونك يلزم ياخذ القرار الصائب حسب نظريته هو. فما ناس اليوم الطالب تبع اوكي متفاهمين انه ترجي ناجح مع الهيئه الحاليه مع حمد المدب، تقريبا فماش برشا يختلفوا من انجح رؤساء في تاريخ ترجي خاصه من ناحيه الالقاب والتتويجات وش صرف على الفريق، لكن كمان برشا ناس يطالبوا بعقد خاصه الجلسه العامه للفريق سواء تقييميه ولا حتى انتخابيه، معناها اللي ما صارتش عندها مده. شنو رايك في كلام النوع هذا؟ دبار معناه الحكماء والهيئه الكل نتاع الترجي احنا شادين في حمدي المدب معناه بيدين وثقيله، خاطر لانه معناها يصعب علينا باش نلقاو توا في الوقت الحالي رئيس ينجم يقوم بالمسؤوليه هذه على احسن ما يرام. به جلسه تقييميه هو شيء مو صحيح، ثم الامور ما معناها مقيده، فواحد كذا واللي يحب ينجم يطلب ويعطيوه يمدوه معناها بالوثائق. معناها هي مونو ما تصير جلسه ولا تصير راهو جلسه باش تعمل جلسه معناه يلزمها الوقت الكافي. يا هل ترى تو مده 10 سنين هما اللاعبين ما خذاوش قسط من الراحه باسبوعين الشيء في تلو الاخر ابار معناها الفتره الاخرانيه اللي جات الكوفيد فوق علق معناها تو سيزون هنا ما فماش نهار معناها في العام وطول ما فماش نهار يلزمك جلسه تقييميه لازم 15 يوم 20 يوم باش تحضر تحضر تستدعى الناس وتعملوا البطاقات الى اخره الى اخره. برشا مرات حمد المدب عبر عن نيته في انه ينسحب من الفريق وبعد تراجع، شكون تعتبر اليوم الاقرب ممكن ينجم يكون ياخذ مشعل نهار اخر على حمد المدب؟ والله ثم مسؤولين معناها تو يلزمهم هما معناها يبدوا رايهم معناها يبدوا رغبتهم. اكيد عندك عين، شكون تشوفه؟ تصور يهمك مستقبل ترجي في وقت من الاوقات معناتها في الايام الجايه معناها او في الاعوام الجايه خلينا نقول. ثم بون صاحبي عزيز زهير يقول لا ما عادش يحب نبيل الشايبي، عنده امور وعنده تو معناها اشغاله ما ينجمش. أنا يظل ثم من أولاد بوشماوي ثم من أولاد بن يدر يمكن ثم هذوما فما كلام مثلا هاشم الجيلي نجم يكون لماذا هو قاعد يعمل في فما كلام اللي يقع في تجهيزه باش يكون هو قاعد يعمل في معناها قاعد بحث سي حمدي وقاعد يتمكن من ينجم وليد العالم مثلا مازال صغير مش وقته. أنا وليد العارم نعرفه مليح مازال صغير لازم وقت. باهي فما كلام أيضا. على ذكر
زياد اللي يقول شوف انا 30 سنه عديت مسيره في الترجي لعمري قلت كلمه زياد شنو فهمتك زياد الجزيز جزيز شبيك رجعت له لا خاطر قعدت لي في بالك ايش يقول لي مسالش لعمري قلت كلمه لا في ليتوا لا في صفاقس لا في الكلوب لا في حتى جمعي انا عندي مهمه جمعيتي عمري ما نتلفت لجمعيات الاخرين كل واحد ربي عينه وانا باش نقعدوا نجبدوها الحكايه هذه مره في التاسعة زاد عمل الحبورة من بعد ما ادري شنو عيب عليه يخسر بالسمعة نتاعه ويمكن يربح اصوات معناها في النجم ما اصوات شنو انتخابات النجم ما نعرفش ما يشوفوها كاكا معناها ضد الترجي وكذا اللي هو باهي فما كلمات ايضا على بعض التحركات خاصة دارت في المدة الماضية من زياد المساني ولا شكر الواعر حاول نيتهم ممكن يكونوا هما موجودين في الاسترالجي نجم يكون واحد منهم بروفيل يكون نهار من نهارات في الاسترالجي ولا لا نجم معناش زياد معناه عمل مسيرة باهية كلاعب ثم كمسير وتوا معناه عنده أمور ينجم ليما لا بيتعاون مع شكري الواعر شكري الواعر زاد خدم في الترجي وشكري الواعر أيقونة معناه في الترجي نجمو العمل اليوم شو كيف تشوفه متاع رياض بنور في الترجي والله يا رياض بنور مش مقصر معناه شفته معناه أدى الأمانة بكل إخلاص الحق خدم على روحه كيف معناها النتائج نتاعو تبرهن على مسيرته كنا نحكيو في الوقت قلت لي انا سبب في دخوله للترجي صحيح؟ ايه كيفاش؟ لان وقت اللي اقترح علي سي حمدي نيابه الرئيس وقت ايش هذا؟ 2010 وقتها ولا قبل؟ لا قبل قبل 2007 2008 2008 قريب ماني كنت بريزيدون سيكسيون ثم بعد ما خرج شو اسمه طارق دياب فهمتني كلمني قال لي راهو حبوني نجدد الترشح نتاعي للرئاسه وقلت لهم معناه ماذا بيا كنائب رئيس مدينه المساني دونك وليت انا نائب رئيس قال لي توا شكون معناه بريزيدون سيكسيون قال لي هكا انت قلت لهم قداش قلت علاش ما ياخذوش رياض بن نور اقنعته قلت رياض باهي ود الجمعيه وقريب لنا كان بعد عامين ولا ثلاثه هو معنا هو وين كان قبل معناها لا لا كان من اصدقاء معناها محب مقرب هكا هكاك انت اقترحت باش هو كان محمد هو الحق بتاع ربي معناها ادى الامانه تعتبره اختيار موفق انا اعتبره اختيار موفق الحق معناها عندي منقول هو بالمقارنه مع شكري الواعر ولا زياد التلمساني اللي عملوا خذوا البوست هذيك شنو رايك في العمل نتاع رياض نجم يكون انجح بيناتهم ولا لا؟ والله كل واحد وصفاته كل واحد رياض بن نور يتكلم مليح هو شنو رئيس فرع شنو؟ يلزم يوفق ما بين اللاعبين والهيئه والاطار الفني خاطر الاطار الفني ما ينجمش تعطيه 30 لاعب ما ينجمش يلزم من الناحيه الاداريه ومن الناحيه النفسيه وكذا كل شيء رئيس الفرع هو اللي يوفق طبعا انا كنت رئيس فرع قلت لهم حتى حد بيكلم الرئيس الجمعي اللي عنده حاجه يتقدم لي به كان مشكله النجم نفضها كان نجم نفضها وقت نبلغ للرئيس خاطر انا شنو كيما لورلانديك انا مساعد الرئيس يلزمني نساعده شنو رايك ترجي اليوم؟ الفريق اليوم ظهر لي مرحله انتقاليه في الفريق بعد فتره معين جرى هذه شنو رايك في الفريق اليوم؟ به جات توا افكار اخرى وسيستم اخر جابوا راضي جعايدي وانا يظهر لي السيستم اللي جابوا راضي جعايدي يتماشى مع اللاعبين الموجودين خاطر المدرب شنو هو؟ تو تعطيه جوار معنا عمره 23 24 25 28 30 سنه مش تو باش تعلمه كيفاش يعمل كنترول باش يغير الكوره وكذا فهمتني؟ دونك حسب اللاعبين اللي عنده عمل سيستم يبدو لي فهمتني ولا انا مسؤوليتي يتماشى مع اللاعبين اللي عنده تحكي على الخطه نتاع 3-5-2 فهمتني؟ يظهر لك هي الانسب اليوم لكن يحب لها وقت
ما يسال ترجي ما فماش وقت اليوم ماتش غدوه ماتش مهم مثلا تشامبيونز ليغ الافريقيه معناتها اما ان شاء الله بتبدل باللاعبين اللي موجودين اذا سيميل فيسا دونك تعتبر الاختيار المناسب في الجعادي انا تو ربط الحل ربط في الفاسونتر هذايا اللي اكيد ما نعرفش يعطي الاضافه كان فما كلام قبل على نبيل معلول وحتى مفاوضات متقدمه معاه اي كان نجم يكون حل نبيل معلول كان افضل من الجعايدي ولا كان يكون حل كان يكون حل نبيل معلول تعرفوا معناها المسيره نتاعو في الترجي كما